السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جياس كشاهد وكواليس تاع البارح تاع رديف شبيب تاع قبائل ورديف اتحاد بسكرة. المباراة انتهت بفوز شبيبة القبائل، رديف شبيبة القبائل بثلاثة مقابل هدف واحد. ملعب عملاق قلعة ولا أروع، ملعب حسين أيت حمد ولا أروع. لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق، يعني صدقوني تشوفوا اللاعبين راهم فرحانين، الفرحة غمرتهم، يعني ما لعبوا في ملعب ضخم كيما هذا، صدقني بلي صافي بليزير. شاهدنا أمطار غزيرة ولم تتأثر الأرضية، أمطار غزيرة وبقات الأرضية رائعة جدا. المهم الشبيبة أو رديف شبيبة القبائل استمتع البارح بالمقابلة واستمتع بالملعب، ملعب حسين أيت حمد. نتمنى شاهدوا الفرحة والكواليس وأهداف شبيبة القبائل في هذا الملعب اللي قلنا أول هدف اللي هو تأخر، بعدها هدف وكرو، ثم هدف صغير في الشوط الثاني، ثلاثة مقابل هدف واحد لاتحاد بسكرة. المهم رديف شبيبة القبائل تمتع واستمتع بملعب، شاهدوا عملاق عملاق، دوك شوفوا الأمطار غزيرة جدا جدا جدا، ولكن لم تتأثر الأرضية وهذه الحاجة مليحة. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق، وديروا لنا لايك على ملعب الضخم يليق بصنع شبيبة القبائل. الحمد لله ملعب يعني انبهر الكل، يعني بمعايير أوروبية وعالمية، والحمد لله رب العالمين. تابعوا الكواليس حتى الأخير، نتمنى أنه يكون لاعبين كما يليقون بهذا الملعب ويليقون بصنع شبيبة القبائل. يلا تابعوا في تحت الأخير. هذا صحه
هيا بودا